ريكوردينج، هاي مشاركة على صفحة المكتب. طيب نرجع، احنا كنا فكرة بس في الشغلة اللي ما زبطتش معنا، هذه الالتر تيبل برودكتس، الالتر كولوم برايس ديفولت دروب ديفولت. هذه بشكل بسيط نرجع للطريقة تبعتنا القديمة اللي هي الالتر تيبل، امسح اسم الكونسترينس، مش احنا اعطيناه الاسم هاد كونسترينس ديفولت برايس ديفولت 5 4 كذا، الان بنقول له دروب ايش؟ كونسترينز اسمه، مباشرة نعمل بالطريقة هذه حينسح لي، حيقول لي سكسسفول. واضح؟ هي لو عملت له اد كمان مرة، هيو الان لو جيت هنا على الكولومز، هي ريفرش، هي موجود عندي ايش؟ ديفولت برايس. لو انا بدي امسح الديفولت برايس هذه، القيمة الديفولت اللي عليها، هي قال لي كومبليتد، لو بدي اجي على الكونسترينز اعملها ريفرش بطلت موجودة عندي، خلص الطريقة العادية تبعها. طيب نرجع للموضوع الاخير تبعنا اللي هو التشيك. بتشيك بطريقة بسيطة، قلنا إنه في بعض القيم أنا بدي أفحصها هل هي موجودة عندي ولا لا. طبعا قلنا الطريقة العادية تبعتنا بكتب age end constraints check constraints، طبعا ممكن أكتب بدونها، ممكن بدون اسم check ال age أكبر من 18، أو أجي على نفس الحقل في نفس السطر أقول له constraints أعطي له اسم إنه التشيك تفحص لي ال age يكون أكبر من 18، أو نيجي بالطريقة تبعتنا اللي إحنا بدنا نتعود عليها، نيجي بعد آخر عمود هنا بنعمل فاصلة بقول له في عندك تشيك، في عندك كونسترينز اسمه تشيك ايج من نوع تشيك، بده يكون الايج اكبر من 18. ممكن اضيف كمان قيد، ايش اقول له؟ اكبر من 18 وكمان الايج لازم يكون اصغر او يساوي قديش؟ 65. يعني ممنوع يتجاوز، الموظف عندنا في الشركه مثلا بيتوظف من 18 ل 65 فقط. الان تعال ننشئ التيبل هذا، خلينا نتاكد في الاول انه محذوف. لاحظ بقول لي does not exist، هذا مش خطأ، هذا لا يعتبر خطأ. طلع يا جماعة بقول لي cannot drop the table، أنا لا أمكن، يعني مش قادر يمسح الجدول اسمه فيوز. ليش؟ because it does not exist، مش موجود، خلاص هذه مش مشكلة، يعني مش موجود هو. الآن خليني هذا أنشئه كمان مرة. أعمل execute، هيو أصبح موجود عندي هنا. نعمل ريفرش لكل التيبلز. الان هاي جدول الامبليز، لو اجينا كمان مره على الاعمده في الايج، هل موجود هنا اي حاجه انه في تشيك؟ لا. نيجي على الكونسترينس، ايش قال لي؟ في عندك تشيك فاليو، هي في عندك تشيك فاليو. طب الكليك عليها ايش اجى قال لي هنا؟ طلع التشيك قال لي لازم القيمه تبعتك تكون ايج اكبر من 18 عند الايج اقل من 65. لو اجيت انا عبيت بيانات بشكل بسيط، هاي جدول امبليز قلت له بالطريقه هذه اللي هو ايديت، وجيت قلت له الموظف عندي رقم واحد، الموظف رقم واحد هذا ايدنتيتي. لاحظ كيف انا بحاول اكتب فيه رقم مش راضي يكتب عندي، لانه هذا عباره عن ايش؟ ايدنتيتي. في عندنا الموظف اللي اسمه احمد، علي مثلا، تاريخ ميلاده 1/1/2020، عمره قديش احنا قلنا؟ خلينا نقول 15. الادرس تبعته جازا، الايميل تبعه احمد ات مثلا جيميل دوت كوم. نطلع من السطر هذا عشان يخزن، ايش قال لي؟ اعطاني، قال لي في عندك مشكله، قال لي نو رو واز ابديتد، السطر هذا مش قادر انا اعمل له ابديتد. ليش؟ الان بقول لي في عندك اس كيو ال بروفايدر انسيرت كونفليكت وذ تشيك، ايوه ايش قال لي؟ طلعوا يا جماعه، قال لي انت جمله الانسيرت اللي انت بتعملها فيها تعارض مع مين؟ مع التشيك ايج. لاحظوا كيف انا استفدت انا من الاسم اللي انا مسمي له اياها، لما اشوف الاسم هذا انا بكون عارفه. كونفليكت ان داتابيز، هي بقول لي تيبل موجود في جدول الانجليز اسمه ايش؟ اسمه كذا. طيب لو جينا حطينا مثلا 18، هل 18 حيقبلها؟ برضه مش حيقبلها، ليش؟ انا قلت له اكبر من 18. الان قول له 19 هيقبل القيمه هذه تبعك، هيقبلها ما فيش مشاكل. حط 65 برضه بقبلها، هي 65 قبلها ما عنديش مشاكل. حط 66 اطلع منه، ايش قال لك؟ في عندك تعارض مع مين؟ مع التشيك كي تشيك ايج. واضحه هذه؟ هنا بدي ارجعه انا مثلا احطه ايش عمره 20 سنه على سبيل المثال بالطريقه هذه. واضحه هذه الفكره؟ شباب واضحه الفكره هذه؟ هيك تقريبا انا خلصت كل القيود اللي تعلمناها احنا.
في عندك على الموديل ملفين نزلت لك اياهم فيهم امثله، حاول تطبق الامثله هذول كلهم. هيها انشاء جدول مع المفاتيح الاساسيه، بنشئ جداول هنا وبشرح لك ايش بسوي كل جدول، حاول تطبق هذول وتفهمهم كلهم. في المثال الثاني برضه انشاء قيود، بكمل على القيود هنا كمان مره. هنا الفورين كي مثلا نحكيهم، لاحظ تعطيل المفتاح الاجنبي، حذف المفتاح الاجنبي بالطريقه هذه. هذه مجموعه من الامثله بتساعدك على على فهم المحاضرات اللي احنا اخذناها. في اي سؤال، في اي استفسار يا شباب؟ بالنسبة للامتحان يا دكتور، ايوه معين. بالنسبة للامتحان اللي بده ينزل على الموديل يوم الاثنين، لا عملي حيكون ولا في النظري؟ لا، حيكون زي هيك، مش حقدر اجيب لك حجيب لك اكواد وانت تختار منها، يعني انا معطيك الحلول ماشي، لانه انا عندي تمام. صار عندي 100 طالب، انا يعني كيف بصلح لهم كلهم 100 واحد على الكمبيوتر؟ مش عارف كيف، بنشوف. ممكن اقول لك، ممكن اقول لك اكتب جمله اس كيو ال ماشي، او جمله كرييت او جمله هذا. بس احنا في الشابتر هذا، الشابتر الاول اللي هو انشاء الجداول مع انشاء القيود ماشي. الامتحان لو جبت لك سؤال اكتب اس كيو ال او اكتب هذا، حجيب لك المساحه فاضيه هيك زي اديتور زي هذا مثلا، حجيب لك حاجه هيك فاضيه تكتب لي، تكتب لي سيلكت او كرييت تيبل او مثلا هذا، هي كرييت تيبل وتكمل. واضح؟ تكمل الباقي. لكن غالبا واضح، تمام. غالبا هجيب لك يا صح وغلط او اختيار متعدد، بجيب لك الاكواد بقول لك اختار الكود الصح، اختار الكود اللي فيه مشكله مثلا، وهكذا. واضحه شباب؟ في اي واضح. استفسار، في اي سؤال؟ مهم جدا تسجلوا حضور يا شباب، كلكم لازم تسجلوا حضور. برجع باكد على الحضور كمان مره، لانه هنصير ناخذ عليه حضور وغياب هذا، وفي عليه علامات. ماشي يا جماعه؟ طبعا انت متاح عندك من الساعه 8 صباحا حتى الساعه 10 مساء تقريبا فقط، يعني في أي وقت ادخل سجل حضور واطلع مش مشكلة. يعطيكم العافية يا شباب، وربنا يتقبل صيامكم إن شاء الله جميعا، صيامكم وطاعاتكم، وربنا يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.